الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مجالس القرآن. وباسمكم جميعا نسعد ونتشرف باستضافة مشايخنا الكرام الدكتور مالك أبو عمرو صونا. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. حياك الله بياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي. مرحبا. ومعنا الأستاذ وفضيلة الإمام يحيى بوشابو. حياكم الله شيخ يحيى. أخي الصالح حياك الله، أخي دكتور مالك، أمسية مباركة. السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. إذن أيها الأحباب الكرام، تتواصل مجالسنا مع السورة العظيمة الكريمة، سورة التغابن، ومن الآية 13 إلى الآية 18 إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون محور المدارسة لهذه الآيات الكريمات. كما عودناكم دائما ننصت ونستمع للآيات. أعوذ عليه الصلاة والتسليم. إذن هذه الآيات الكريمات التي أنصتم واستمعتم لها هي موضوع المدارسة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونبدأ معكم دكتور مالك، فبعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالتوكل على الله عز وجل، فما هي حقيقة التوكل وما هو معناه وما هو التوكل المطلوب منا جميعا أن نحققه؟ بارك الله فيك أخي صالح، ورحب بك من جديد، ورحب بشيخنا الشيخ يحيى وبالمشاهدين الكرام. كما تفضلت، هذه الآية يمكن أن ترتبط بما فات كما يمكن أن تتصل بما هو آت. وقد تكون هذه آخر الآيات المتعلقة بما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى في السورة، بل هي ختامها. ووجدت هذه الصفات من الله الحال القدير الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال الله لا إله إلا هو، أي أن هذا الله الذي وردت صفاته في الآية السابقة، فآمنوا بالله ورسوله والله بما تعملون خبير، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا الله هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذه الجملة جاءت بعد تذكير بمجموعة من الأصول، بارك الله أصول فيك. الاعتقاد نعم. مجموعة من أصول الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى نعم. والتي أعلاها، لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد هي أعظم كلمة على الإطلاق، وهي التي بعث الله من أجلها الرسل وأرسلهم وأنزل من أجلها الكتب. وذلك تقرأ في الآيات وإلى ثمود أخاهم صالحا، أول شيء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولاحظ أن الآية جاءت في سياق الخبر، الله لا إله إلا هو، لكن معناها أو مؤداها إنشائي. فالآية في حقيقتها أمر،
في كل الآية حتى وعلى الله فيتوكل المؤمنون، وهذه فيها معنى الخبر، أي ما دام الله لا إله إلا هو فوحدوه، وحدوه في اللجوء إليه في المصائب التي أصابتكم. أن الآية سبقت ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله والله بكل شيء عليم. ثم قال هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن قال هذه الآية. والتوكل قارين العبادة وقارين كلمة التوحيد في القرآن في مواضع كثيرة. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لبقية أمته من بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة في آخر سورة هود: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. عبد الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه في جميع أمرك، أي اعتمد عليه ليكون هو حسبك وهو كافيك. وستجد في كلام الأنبياء كثير من الآيات يقول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وكلمة الله لا إله إلا هو كما قلت لك كلمة التوحيد، وهذه كلمة ثقيلة جدا، وهي كلمة عظيمة، وهي التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد أن يحدث فيها شرخا، لأن عكس هذه الكلمة هو الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت. عجبني شخص يبين أن الدعاء ليس بالضرورة أن يكون دعاء مسألة، يا ربي أعطيني. قال مثلا، يقول شخص عادي يجي للشخص يقول: يا أخي أريد منك أن تعطيني أفضل الدعاء. قلت: تفضل أكتب، خذ ورقة خذ قلم أكتب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم، ما هو؟ وينتظر في الدعاء: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. والشخص العادي ما زال ينتظر الدعاء. هذا هو الدعاء، أفضل الدعاء على الإطلاق. وأنت تقول لا إله إلا الله، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث العظيم حديث البطاقة، هذا الرجل الذي يأتي بذنوب عظيمة جدا فيشفق ويوقن بالخسارة، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا ربي، وله سجلات ملأة بالذنوب والخطايا والمعاصي. فيقول: يا ربي، ما عسى أن تنفع هذه البطاقة ورقة صغيرة مع كل هذه السجلات. فيقال له: إنك لا تظلم عندنا، عندك شيء يجب أن يوضع في الميزان. هذه الورقة الصغيرة فيها كلمة ثقيلة جدا، ألا وهي كلمة التوحيد. فتوضع هذه الكلمة في الصحيفة فتطيش كل تلك السجلات، ما أثقل هذه الكلمة الله لا إله إلا هو. ولذلك ورد في الحديث: عبدي إنك ما جئتني لا تشرك بشيئا غفرت لك ولا أبالي. في الحديث الآخر: لو جئت بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا الله العظيم الوحيد المتوحد القادر سبحانه. أي معروف، أي حاجة في أي شخص أنت تلجأ إلى الأقوى، ليس كذلك؟ مع أن هذا الأقوى يشاركه بعض الأقوياء. دائما في أي طالب يقول لك: كنا نتكلم عن الطبيب، اذهب إلى الطبيب الفلاني لأنه هو المعروف، معه شركاء أقوى خبرة من أقوى. الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته. لذلك ألا إن القوة لله جميعا بارك الله فيك. لذلك ما دام الأمر كذلك فلتتوكل عليه. يروى أثر قيل فيه نظر إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قيل إن جبريل قال له: ألك حاجة في كلام، لكن ما مؤداه جميل. قالوا: أما لك فلا، وأما لله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. ولاحظ التقديم، ما قاش توكلوا على الله. وشوف ذكر ربي أظهر الله وأظهر المؤمنون، لأن الخطاب قال وأطيعوا، ما قاش وليطع المؤمنون الله، لكن في التوكل قال وعلى الله فتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أولا سبق الأصل فليتوكل المؤمنون على الله، لكن سبقه لأهميته ولجلاله. ثم ذكر هذه الصفة فيها فائدتين. فائدة الأولى أنه يغريك بالتوكل على الله، كأن المعنى إن كنت مؤمنا حقا فلتتوكل على الله. فيها معنى آخر أن هؤلاء الكفار الذين ينابذونكم ويعادونكم لا يتوكلون على الله. ولذلك لما قال أبو سفيان قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم:
لنا العزى ولا عزى لكم. قال له الله: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. ولذلك أختم بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله. إحنا بزاف ناس يقول كلام توكل على الله ومعتمد على الله، لكن كلام ظاهري. إحنا نحب الصورة هذه تهتم بالقلب كثيرا. نعم. لو أنكم تتوكلون كلامها على أعمال القلوب أكثر. بارك الله فيك. شح النفس. نعم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حديث معروف. فقط البعض قال لك: لماذا ذكر الطير؟ قال لك: لأن الطير هو أظهر الحيوانات في تطبيق التوكل. ومثل له الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله، يقول بأن الطير إذا أكل قبل أن يأكل يؤكل غيره، ويقول بالمغربية: كي يأكل ويوكل. نحن الآن الإنسان إذا بدأ الأكل يحرص على أن لا يشاركه غيره في الأكل، يخشى أن لا يشبعه. أما الطير فهو متوكل على الله ويطير وهو لا يعلم ما سيحصل عليه. العامل الموظف الذي عنده راتب شهري، إذا ذهب عنده من 8 إلى 5 صار عارف في نهاية الشهر وش عنده بالسنتيم. أما ذلك الطير فيقبل على الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم ما يمكن أن يحصل عليه. إذن لنتشبه بالطير، نوحد الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان الحقيقي أمرنا بذلك. بارك الله فيك دكتور مالك. شيخنا يحيى، من هداية الآيات الكريمة: ومن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن من حقائق التوكل هو فعل المأمور وتركه المنهي عنه وتفويض الأمر لله بعد ذلك. ولن يرى المؤمن من بعدها إلا خيرا إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. فعلا هذه الآية الكريمة يعني فيها شقين. الشق الأول حديث عن الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، أي لا يوجد إله رب قادر ومدبر للكون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الصيغة كما أشار إليها الشيخ مالك تفيد الاختصاص، أي لا يكون التوكل إلا على الله إن كنتم مؤمنين. على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا تكتمل حقيقة الإيمان في أنفسكم إلا إذا توكلتم على الله. توجد آية كما ذكرت الشيخ يحيى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، هذا الشرط. نعم. معناها لا تكتمل حقيقة الإيمان فيكم إلا إذا توكلتم على الله. لذا ذكرت قبل الآية، قبل الشق الثاني من الآية. نعم. الله لا إله إلا. نعم. نعم. لكي تحقق الإيمان بالله. نعم. تبارك وتعالى، توكل عليه. توكل على الله. وجاءت بصيغة أخرى في سورة الأنفال وهي تفيد كذلك الحصر. إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، هذوم المؤمنين فقط الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف تقديم دائما على ربهم، أي لا يتوكلون على غيره، حتى على نفسك، على نفسك لا تتوكل عليها. كان صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن هنا هذا الحديث بالذات يفهمنا حقيقة التوكل. وشني حقيقة التوكل؟ على وش مبنية حقيقة التوكل؟ مبنية على زوج حقائق كبار. الحقيقة الأولى أنه لا قادر على وجه الحقيقة إلا الله. ربي قادر، لا يحتاج إلى أحد، وش يحب يدير يدير، قدرته مطلقة. وأن الإنسان عاجز ما لم يأذن الله تعالى له في تحقيق شيء، ما يقدر يدير والو إذا كان رب العالمين لم يأذن له في ذلك. ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حتى أبسط الأعمال اللي متعودها الإنسان، رجل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل بشماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني كل بيمينك. فذاك استعلى شوية، قال له: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت. التم في تلك اللحظة رب العالمين لم يأذن ليده أن ترفع فما رفعها. شولة يمينه فحقيقة شماله التي كان يأكل بها، شماله عفوا، نعم، شولة شماله التي كان يأكل بها. فإذا حقيقة التوكل أو التوكل مبني على حقيقته أنه لا قادر على وجه الحقيقة، يفعل ما يشاء إلا الله. وأن الإنسان عاجز عجزا مطلقا إلا أن يعينه الله أو يوفقه الله. هذه لا تتأتى إلا بعد إيمان. نعم، إلا بعد الإيمان. إذن تحقيق الإيمان. نعم. لتحقيق التوكل.
فعلا جزاك الله خيرا. لهذا الآية التي ذكرها الشيخ مالك في سورة المزمل تعطينا واحد المفهوم جميل جدا عن التوكل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي اتخذه مدبرا لشؤونك. احنا بالتعبير تاعنا العامي لما الإنسان اتخذ محامي في قضية يقول دار الوكيل، هكذا وكيل بالخصومة، الوكيل بالخصومة، وكلت إليه الدفاع عنك. فخير من تكل إليه الدفاع عنك هو الله، نعم المولى ونعم الوكيل. لا تجد خيرا من يدافع عنك خيرا من الله، ولا من ينصرك خيرا من الله، ولا من يرزقك خيرا من الله، ولا من يحفظك خيرا من الله، ولا من يوفقك خيرا من الله. لا تجد خيرا من الله من يكون عليهم وكيلا. نعم، فلهذا التوكل ينطلق من هذا المفهوم. نعم، والإنسان إذا لم يتوكل على الله وش راح يصير له؟ سوف يعتد بنفسه، يشوف روحه قادر، قادر يدير حاجة، يعتمد على جاهه، على ماله، على صحته وقوته، على ذكائه، على فطنته. وربنا أحيانا يملي له. نعم، يمهل له ويملي. فإذا اعتد بنفسه راح يصاب بثلاث أمراض متتابعة في الخطورة والدرجة، وحدة توصل لوحدة. الأول العجب، يعجب بنفسه، بمواهبه، يعجب بنفسه بقدراته. هذا العجب سيولد فيه أو يورث فيه مرضا آخر وهو الغرور، يغتر بما هو فيه. ثم هذا يوصله إلى الكبر، فإذا دخل إلى قلبه الكبر ولو بمثقال ذرة يدخل النار، نسأل الله العافية. يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر. نعم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فلهذا أيها الأخ الكريم، المتوكل الحق هو الذي يتوكل على الله تعالى في شؤونه كلها. والمغبون، لأننا الآن في صورة التغابن، الذي يترك التوكل على الله ويتوكل على نفسه وعلى غيره من الناس، هذا مغبون. فقد ترك الاعتماد على القوي واعتمد على الضعيف، وترك الاعتماد على القادر واعتمد على العاجز، وترك الاعتماد على الغني واعتمد على الفقير، وترك الاعتماد على العليم واعتمد على الجاهل. وهذا غبن في الحقيقة، لما تخلي التوكل على الله وتتوكل على نفسك أو على غيرك. بارك الله فيك شيخنا يحيى. إلى الموضع الموالي والآية 14 من السورة الكريمة، قول ربنا تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم، جزاك الله تعالى خيرا. هذه الآية في الحقيقة لابد أن نرجع أولا إلى سبب نزولها، باش نحطها في السياق تاعها الصحيح ونفهمها فهم مليح، لأن في ظاهرها ربما قد يشكل إشكالا. نعم، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ورب يعطاهم لنا كفاهم أعدائنا، والحمد لله جاءت بالتبعيض، يعني إن من أزواجكم، ليس كل أزواج وليس كل أولاد، لكن حتى هذا البعض مفهوم العداوة هنا تبينه أو يبينه سبب النزول. فسبب النزول رواه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي، أن يهاجروا إلى المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، يعني الأولاد والزوجات تعلقوا بهم وتحججوا، يعني تتركوننا لوحدنا في مكة، نحتاج إليكم في كل شيء. فاستجابوا لطلب الأزواج والأبناء ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد مدة، ربما استمرت سنين. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا الناس الذين كانوا من أوائل المهاجرين قد فقهوا في الدين، سبقوهم في فقه الدين. نعم، تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا السنة، تعلموا الأحكام الشرعية، تعلموا الأخلاق، هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأبنائهم، أي زوجاتهم والأبناء الذين منعوهم، الذين كانوا سببا في إعاقتهم إلى الهجرة في أول العهد. فهنا أنزل الله تعالى قوله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإذا احنا ما دام دائما ما زلنا في سورة التغابن، يعني اختيار هذا الاسم سورة التغابن لهذا اللفظ عنده دلالة في الآيات. الحقيقة هذه صورة من صور الغبن، ذكرنا صورة أولى من صور الغبن، أن تترك الاعتماد على الله وتعتمد على نفسك أو على غيرك من البشر الضعفاء. ومن صور الغبن أن تهتم بمصالح المعاش
على مصالح الآخرة. أن تقدم حب الأبناء وحب الزوجات على حب الله عز وجل، أن تقدم رغبات الأبناء ورغبات الزوجات على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك من الغبن. إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم، عفوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، احذروه، نعم، يحولون بينكم وبين الطاعات التي تقربكم من ربكم فاحذروهم على دينكم. هكذا قال مجاهد، احذروهم على دينكم، احذروهم على آخرتكم. فالمؤمن يعطي حق الأبناء ويعطي حق الزوجات، لكن كل حاجة بقدر. إذا كان يعني حق الأبناء أو التمادي في الرغبات وفي المطالب من الأبناء ومن الزوجات يشغل ويلهي عن طاعة الله، فهنا تركه أولى، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه حقيقة الغبن، أنك تخسر، بمعنى يضيع عمرك في أعمال لا تعود عليك بالنفع في الآخرة أو يكون نفعها قليلا، وتضيع بسببها طاعات وأعمال تكسب بها أجورا عظيمة. فلهذا هنا القياس على سبب النزول، أن كل اشتغال بمصلحة قاصرة على مصالح الدنيا تعيق المؤمن عن مصالح الآخرة وأجور الآخرة العظيمة، كل ذلك يعد غبنا. فلهذا الإنسان يكون حذر، فاحذروهم، احذر أن يضيع عمرك، احذر أن تسرق ساعاتك وأوقاتك دون عمل تدخر به أجرا عند الله سبحانه وتعالى عظيما، وسيأتي فيما بعد. فمن أوجه الغبن أن تضيع أعمار الناس في أعمال يستمتعون بها في الحياة الدنيا وتنتهي ولا يجدون لها أثرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فيحرص المؤمن دائما على ما ينفعه، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أعظم ما ينفعك التفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فلهذا هؤلاء الذين تأخروا عن الهجرة لما لقوا الجماعة اللي سبقوهم تفقهوا في الدين، حسوا روحهم بأنهم غبنوا، فهذه السنين اللي قعدوها الجماعة سبقتهم، والطريق إلى الله تعالى مسابقة ومنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون. فلهذا المؤمن يحرص دائما أن يستثمر عمره وأوقاته فيما يدخره عند الله سبحانه وتعالى من الطاعات ومن الأجور. بارك الله فيك شيخ يحيى، شكرا جزيلا. دكتور مالك، نقرأ في السنة النبوية الشريفة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما جاء يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه ثم قال: إن الولد مجبنة محزنة مبخلة لأبيه، فيبخل إذا أراد أن يتصدق بسبب الولد، ويحزن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مبخلة ومحزنة ومجبنة لأبيه كذلك، أي كما جاءت روايات يترك الجهاد خوفا أن يموت ويترك أولاده. هذا المعنى يوافق الآية الكريمة؟ يوافق الآية التي سأتي إليها بعد. فتنة لكم، لكني سأضيف شيئا، عدو لكم، نعم، لأنهم مترابطين، العداوة والفتنة، نعم. حتى نجمع، لأنه كما قال الشيخ المال هذا مطلوب، نعم، وبين سبب النزول الذي قد يزيل إشكالا يطرأ على الذهن، لأنه ستأتي آية من بعد: وأنفقوا، نعم، وإذا كان ما عندكش المال من أين تنفق. لكن دعني أذكر بعض الأشياء في الآية التي قبل، نعم، إنها آية مهمة جدا. تفضل. وإذا تذكر قلنا إن العدو ذكر هنا وذكر في المنافقون في آية سابقة: هم العدو فاحذرهم، وهنا عدوا لكم فاحذروهم. لكن هذا عدو قريب، هذا عدو صعب ومؤثر يلامس حبه شغاف القلب وهو معك دائما. بعض التنبيهات فقط، ولن التذكير بالإيمان كأن المعنى: احرصوا إيمانكم من أشياء قد تتلبس به فتضعفه أو تذهبه رأسا، قد تسرق منكم الإيمان، نعم.
والآية كما ذكر الشيخ أحياء من لطائف التناسب في الصور أن هذا الكلام واعين وما ختمت به سورة المنافقين، الأموال والأولاد لا تلهيكم وهنا عدو لكم، عدو لكم يلهيكم عن ذكر الله. فقط كلمة الأزواج نعم. أحب أن أصحح فيه فهما يهجم على الذهن لأول مرة عند قراءة الآية. أكثر الناس شيء ما بدي فعل المرأة ويجب أن ندافع على أي مظلوم، وإنما من باب ذكر وجه الحق في الآية. هذه الآية لا تكاد تفهم إلا في سياق أزواجكم الزوجة، وربما يساعد على هذا أن الزوجة كثيرا ما تكون فتنة للرجل خاصة مع أهله. مثلا بعض الزوجات قد يكون سببا في أن يعق الأب أمه وأباه، وقال لي أحد قبل فترة قال لي الإخوة مثلا قد يكونون ما شاء الله لكن إذا تزوجوا دبت بينهم الحالقة. لكن كما تكون الزوجة عدوا للزوجي قد تبتلى المرأة برجل عدوا لها. نعم. رجل ذكرت لنا، لا أريد أن أطيل، فقط رجل يشرب الخمر لا يصلي تعاننا. حدثتني امرأة قبل فترة قالت تزوجت برجل ظهر لي صالحا لكن ابتليت بعد ذلك صبرت ثم لم أستطع أن أعيش معه. إذن هناك من يمنع زوجته من الحجاب الشرعي، بارك الله فيك، ناس هل هناك أكثر من عداوة من حبة تلبس الحجاب ويمنحها، بارك الله فيك شهية. إذن العداوة كما تكون من الزوجة تكون من الزوج، والأولاد لا يراد بها أيضا الإناث فقط إنما هم الذكور والإناث، وهذا هو مصطلح الآية القرآنية. فاحذروهم احذروهم حتى لا تعتقد عدو لكم، لا يعني ربما تتخول العدو تواجهه وتفعل، لا احذره. القرآن عظيم، يعني هو عدو خطير لكن احترس. طيب لما جاء العفو بعد ذكر العداوة؟ وإن تعفو وتصفح وتغفر سبب النزول الشيخ ما شعرفت بوم كين حاجة أهم بعقابي. نعم جاء الترغيب في العفو. شوف شيخ أذكر لك على المسابقة، كين ناس راحوا أراد أولادهم أن يثبطوهم فلم ينجحوا، قالوا لهم لئن لم نجتمع معكم في لم تهاجر ونجتمع معكم في الدار الآخرة فلا ننفعكم شيئا. وهناك من تأثر وبقي الغبن، فلما رأوا ما فاتهم هؤلاء فيه دلالة أهمية العلم هموا بعقابهم فندبهم الله إلى العفو. وهنا فائدة، إذا كان أخو أو ولدك أو زوجك الذي هو عدو لك أنت مطالب أن تعفو عنه وتغفر له، فكيف بأخيك الحبيب أخوك من أبيك وأمك الذي في الغالب يكون معك ما شاء الله لكنه أخطأ مرة من المرات فهو أولى أن تعفو عنه. وإن تعفو وتصفح وتغفر، العفو لا تعاقبه، تصفح لا تذكر له، لا تؤنبه، لا تعاقبه، لا تؤنبه، تغفر تستر الأمر لا تذكره كل مرة، فإن الله غفور رحيم. ربي دائما كي يأمرك بشيء يندبك لأنه تقول لماذا أغفر له، ربي يقول لك فإن الله غفور رحيم، مفهوم الكلام إن أنت فعلت ذلك غفر الله لك. نعم ويصفح عنك، بارك الله فيك. الموضوع الموالي والآية 15 قول ربنا تبارك وتعالى فيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وها قد جئنا للآية التي ذكرت قبله، ولاحظ أن الآية السابقة ذكر فيها الأزواج والأولاد وذكرها بالتبعيض من أولادك. هنا الأولاد ذكرت مرة أخرى، الأموال لم تذكر في المرة الأولى ذكرت هنا وسبقت لأنها لم تذكر، الأزواج أيضا لم يذكروا. بعض الحذاق قال لك هم مذكورون ضمنا لأن الولد لا يكون إلا بالزوج. نعم إذن هم غير مذكورون صراحة، أكاشف الآية ضمنيا غير مذكورين. نعم. لكن أعجبني تفسير بعضهم أن الآية الأولى تحمل على الأزواج والأولاد الكفار، ويؤيد هذا أن الطبري وهو إمام المفسرين قال في عدو لكم قال يصدونكم عن سبيل الله، لأن في الهجرة وهذه الآية تتكلم عن فترة الهجرة كثير من المؤمنين والمسلمين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت لهم قرابات، هؤلاء القرابة كانوا كفارا، لذلك لم يذكر الله الجميع، لم يقل إن أزواجكم، قال إن من أزواجكم وأولادكم بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم. سعد بن أبي وقاص أو أبو هريرة أو صحابي سعد الذي قالت له أمه لئن لم ترجع لا أغتسل ولا أكل قال حتى أموت، قال يا أمي لو كانت لك 100 نفس تخرج نفسا ما رجعت عن دين الله، فكولي إن شئت أو دعي. هنا العدوى من سورة أخرى سورة الأبوة، إنما أموالكم وأولادكم، الأموال والأولاد
فتنة على الإطلاق. وهنا الأموال والأولاد يعني الأولاد ليسوا كفار وإنما المؤمنين. فالولد في الغالب فتنة، كثيرون يقدمون على بعض الأفعال غير الجائزة، بعض الأفعال المحرمة، السرقة، الربا، الرشوة. مجتمع تاعنا بلغتنا تقول لك خبزة الأولاد تدفعني إلى فعل هذا. احذر أن تشتري أو تبيع الغبن. شوف الآية، إنما والله عنده أجر عظيم. أي كاين موازنة، الأولاد والأموال في الدنيا زينة وحاجة يحبها الناس ويتوقون إليها وينشغلون بها، ينشغلون بها. وقد يكون هذا الولد غير مؤمن أو غير صالح في سورة الكهف، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قتله وهو صغير خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا، والله عنده أجر عظيم. مفهومه أنكم إن تركتم هذا الأمر، المال والولد، ابتغاء مرضات الله، وهذه القاعدة، كل ما ترك لغير الله عوضه الله لصاحبه. فالله عنده أجر عظيم. كل ما ترك لوجه الله، لوجه الله. نعم. قلت لغير الله. نعم. صحيح يا بارك الله فيك. كل ما ترك ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كل ما ترك لله عوض الله لصاحبه. وذلك قال احد التابعين لاحد السلف، قال له وهو حزين على فقد ولده، قال تحبه وهو فتنه لك ومحزن، وتكرهه وهو هدى ورحمه، يشير إلى قوله تعالى إذا أصابت مصيبة قالوا إن فقده لك هو الخير. لا نقول إنك لا تحزن، لكن الآن في الحالة هذه فقده هو المفيد، والله عنده أجر عظيم. فلا يحملك حبك لمالك وولدك عن ترك أجر الله سبحانه وتعالى العظيم. بارك الله فيك. شكرا شيخنا يحيى. التحذير من فتنة المال ووجوب التيقظ لهذه الفتنة حتى لا يهلك المرء بسبب ماله وولده. نعم، جزاك الله تعالى خيرا. هنا معنى الفتنة هو معنى الاختبار والابتلاء. نعم. احنا رب العالمين خلقنا في هذا الحياة ليختبرنا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم. من مواد الاختبار الأبناء والأموال، لأنها محببة للناس، زين للناس حب الشهوات. نعم. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، مش حاجة قليلة، الناس تحب درهم بزاف، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا المتاع المحبب ربي اختبرنا فيه، جعلنا فيه حدود. طاعة الله مقدمة على رغبات الأبناء. المال لا يكتسب إلا بحلال ولا ينفق إلا فيما يرضي الله عز وجل. فهذا الاختبار قد يسقط الإنسان فيه تباعا لهواه، حينما يقدم رغبته وشهوته وهواه في هذا الباب يسقط في هذا الاختبار. لهذا الله تعالى بيّن لنا حقيقة الأموال والأولاد. نعم. أنها اختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولربما من أوجه التقديم، ذكر شيخ مالك وجه ونزيد وجه آخر، أن من أوجه تقديم الأموال على الأولاد أنها فتنة أشد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا المال لما جاء المولد. لولا المال. إيه نعم. ليس بالظهر. ليس بالظهر. يعني ولكن الفقير في يعني. ولكن في يعني في الغالب. في الغالب يعني. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وعلق عليه الأرناؤوط بأنه بأن إسناده قوي، يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. فقالوا من باب أسباب تقديم المال هنا أنه فتنة شديدة على الإنسان، أشد من فتنة الأولاد، ويقدمه حتى على الناس في القرآن. نعم. بعض الناس يخاطرون بأنفسهم من أجل المال، من أجل فضلا عن أولادهم. نعم. لأنه محبب، ومحبب بكثرة. نعم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب، يعني زوج ودان تجري بالذهب، يتمنى عندي الواد الثالث. نعم. نعم. والله عنده أجر عظيم، أي لا تكونوا من المغبونين. فعند الله تعالى أجر عظيم. أمين. تحصلونه بغير هذا، يعني تحصلونه بالطاعات بالأعمال الصالحة، ومن الطاعات والأعمال الصالحة باش يتصحح المفهوم سيأتي بعد ذلك الإنفاق، باش الناس ما تفهمش بأن المال هذا مذموم كله. لا، المال مذموم أن تكسبه من حرام وأن تنفقه في حرام أو في إسراف.
أما إذا كسبته بحلال ولم يلهيك عن الواجبات والطاعات وأنفقته فيما يرضي الله، هنا صار المال وسيلة للطاعة من طاعات. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معنا على الهاتف دكتور محمد بن زعمية. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. بكم أهلا. إذن شيخنا الكريم، مع الآيات الكريمات أواخر سورة التغابن من الآية 13 إلى الآية 18، بما تفتح علينا فتح الله عليك. جزاكم الله خير وبارك الله في أساتذة الأكارم. الله يبارك فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. آمين يا رب. بالقرآن العظيم وما فيه من آيات وذكر الحكيم. اللهم آمين. هناك بعض الوقفات يعني مع الآيات الكريمات. نعم. يعني نقرأ في قوله تعالى مثلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني هنا وصف الله تعالى وصفهم بالإيمان دون سائر أسمائه، يعني كالمسلمين ونحو ذلك، فهذا فيه استدعاء لإيمانهم لأجل التوكل، لأن قوة التوكل وضعفه على حسب قوة الإيمان وضعفه. وكلما قوي إيمان العبد قوي توكله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل. بارك الله فيك. قل الإمام العربي في قوله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا بذاته وإنما كان عدوا بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العداوة كان عدوا ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وربه. نلاحظ كذلك هنا في فضل النفقة في سبيل الله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خمس يعني جزاءات عظيمة جدا. أولا قال: خيرا بأنفسكم، فبين أن النفقة خير للإنسان. ثم قال في الآية كذلك بعدها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فذكر الفلاح. ثم ذكر بأن هذا النفقة تعتبر قرضا، كأن الله العبد يقرض الله سبحانه وتعالى. ثم بين بعد ذلك أنه يضاعف عليه الأجر، وأيضا يحصل به المغفرة للذنوب إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. وكذلك هنا وقف عند الأفعال، لاحظت أن أفعال كثيرة في هذه الآيات، يعني فاعفوا واصفحوا وأطيعوا فاحذروهم، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا يوقى إن تقرضوا، يعني أفعال كثيرة جدا. فالفعل هو سبب جلاء الهم وكذلك التغابن، وهذا مناسب جدا للصورة. أيضا في حاث المتعلق بقوله إن تعفو، ما قصد تعفو عن ماذا؟ أو لإرادة العموم الترغيب في العفو، ليكون العفو في جميع الأشياء وفي كل ما يصيب الإنسان. وكذلك في حاث جواب الشرط، يعني إن تعفو وتصفح وتغفر، يعني الله سبحانه وتعالى مقصود به أنه يحبكم لذلك، ولذلك جاء بقوله حدث ذلك فقال: فإن الله غفور رحيم بالإجازة. وكذلك الإشارة إلى الاقتداء بصفات الله عز وجل، كما تقول لولدك مثلا: افعل كذا فإن أباك أو جدك يحب كذا ويفعل كذا، مما يقصد به الحث. من الفتات هنا أيضا ذكر الإمام بن عطية أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة ابن اليمان: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق. فتعجب عمر رضي الله عنه، قال: مما تعجب أمير المؤمنين؟ فإن ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: أصبحت أحب الولد، والله تعالى قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وفتنة لكم. وقال كذلك: أكره الموت والموت حق. في قوله سبحانه وتعالى: ما استطعتم، هنا ما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم، ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال. وأيضا: وأنفقوا خيرا، فيه صفة لمصدر محذوف تقديره: وأنفقوا إنفاقا خيرا. هذا ما أردت أن أتدخل به، ونشكر الأستاذين الكريمين وبارك الله فيكم على الحصة. شكرا الله لك دكتور محمد، بارك الله فيك على
ما قدمت وتفضلت من هذه المعاني العظيمة الجليلة وهذا التذكير بهذه يعني مجموعة من المأمورات التي ذكرت في الآية تفضل بها الشيخ محمد الشيخ يحيى، هل لك أن تعقب؟ جزاه الله تعالى خيرا. نمشوا الآية الثالثة اللي بقت معنا 20 دقيقة فقط. طيب إلى الرابعة. نمشوا الآية الرابعة. الآية 16، وقول ربنا تبارك وتعالى فيها: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر أخنا الدكتور محمد بن زعمية على هذه التنبيهات والتوجيهات، وقد أشار إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويعني أضيف على ذلك أن هذه الآية فيها حث على بذل الجهد في تقوى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته. بعضهم قال بأن هذه ناسخة للأخرى، فاتقوا الله حق تقاته، تحقيق كمال التقوى غير مستطاع بالنسبة للإنسان. كل بني آدم خطأ، فالإنسان مهما يكون يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية لترفع الحرج عن المؤمن: أبذل ما استطعت واجتهد ما استطعت في تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا ربطناها بالآيات السابقة، أي اجتهد ما استطعت في أن لا تفتن بالمال وأن تنجح في هذا الاختبار، وأن لا تفتن بالأبناء وأن تنجح في هذا الاختبار، وأن تقدم طاعة الله عز وجل على مصالح الدنيا ومصالح المعاش. وكذلك فاتقوا الله ما استطعتم من الناحية التشريعية، هي أصل عظيم من أصول التشريع، ولهذا فقهاءنا قعدوا قاعدة أنه لا تكليف إلا بمقدور. فلهذا بعض التكاليف الشرعية لتكون في الأصل ميسورة أو في استطاعة الإنسان مع ما فيها من مشقة محتملة، إذا بلغت حد عدم الاستطاعة تسقط وتعوض بالرخص. فإذا كان الإنسان في حالة الصحة يستطيع أن يصوم، فإذا مرض له أن يفطر وله أن يقضي. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد الماء فله أن يتيمم. وكذلك حتى المسائل التي تطرأ لنا في هذا العصر، يعني الظروف تاع كورونا التي عشناها جعلت بعض الأحكام الشرعية تخفف فيه بعض الأمور، يعني يجتهد فيها الإنسان ما استطاع ويحافظ على الصحة ويقدم هذه المصالح العامة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. في المأمورات يتقي الله ما استطاع أن نعم. يأتيها والمنهيات يتجنبها. نعم. لا يتجنبها إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، إما الإكراه أو خشية الهلاك. الضرورة تبيح المحظورة. بارك الله فيك. من خشي على نفسه الهلاك، مثلا من كان في صحراء ولم يجد إلا خمرا وخشي أن يهلك عطشا يشرب، لكن الضرورة تقدر بقدرها، إذا كان يكفيه شيء قليل باش يزيل العطش ما يخش القرعة كما يعني غيرها شيء قليلا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالمقصود من السماع هو الطاعة. إذا سمعت آيات القرآن الكريم أو أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ولم تطع، فهنا لم تنتفع، ويكون السماع هنا حجة على العبد ولا يكون حجة له. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لأن السماع الحقيقي هو الذي يتبعه الطاعة، يقود إلى الطاعة. نعم. وربما يسمع ويجادل، يسمع ويجادل. نعم. هذا أكثر من الذي لا يستجيب فقط. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذه من توجيهات الله عز وجل في موضوع المال، لأن موضوع المال تؤثر فيه النفس على الإنسان، يعني الإنسان هنا تغلبه شهوته على عقله. فأيهما أفضل الإنسان، الإنفاق أو الإمساك؟ بغير توجيهات القرآن الكريم يبان الإمساك هو الخير. الإمساك هو الخير، لكن القرآن يبين بأن الحقيقة الإنفاق هو الخير. لأنك إذا أنفقت هذا المال
في وجه من أوجه الخير، في باب من أبواب الطاعات وباب البر، سواء كانت نفقة على الأبناء والأهل من غير إسراف، أو كانت نفقة في أي وجه من أوجه الطاعات، هذا المال إذا أنفقته تحول مباشرة كما سيأتي في الآية من بعد إلى أجر مدخر عند الله سبحانه وتعالى، وتكون قد تملكت هذا المال حقيقة، هذا المال فعلا انتفعت به. أما إذا أمسكته هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيصير إلى الورثة، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فمالك ما أنفقت أو ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. المال الذي أمسكته سيصير إلى الورثة ينتفعون به إن أحسنوا الانتفاع به أو يبذرونه إذا لم يكونوا من الصالحين، ويفوتك الانتفاع به. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح منهم من قال بأنه البخل مع الحرص، في حرص على المال زي البخل، يعني حريص على تجميعه وبخيل بإنفاقه. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تشير إلى أن الشح هذا جبلت عليه النفس البشرية. الإنسان يحب يشد المال، يحب يدخر المال، يحب يكنز المال، فالذي يتخطى هذا الاختبار ويتجاوز هذه الصفة الذميمة التي في النفس ويصير من المحسنين، يصير من الكرماء، يصير من المنفقين، فإنه هذا خير له. يعني في ثواني معدودات ذكر لنا يعني أخ صديق عن قصة وهي حقيقية، أحدهم كان في بلاد الشام والراوي يعني يعرف صاحب القصة فيه الصفة هذه تاع الشح، عنده المال لكنه ما يقدرش ينفق، فكان ممسك نعم. يدعو أصحابه ويخبرهم يقول لهم شوف سأدعوكم إلى مأدوبة عشاء، تجيو لعندي تتعشوا وأضعوا المال في واحد الصندوق راه بجواركم، أنتم كي تعشوا قبل أن تخرجوا اربطوني وخذوا ما شئتم من المال، راه صدق ذيوه وروحوا. ففعلا يفعلون ذلك. قالك لما يعني يربطونه ويأخذوا المال هو يبدأ يصرخ لما يأخذون المال، لكن ما الله غالب يحب المال فما لقاش حيلة باش يتغلب إلا أن استعان بإخوانه حتى يقيد باش يأخذ المال، باش تشوف درجة حب الناس للمال. فلهذا الذي يزكي نفسه ويتخطى هذه الصفة الذميمة يكون إن شاء الله تعالى من المفلحين إن شاء الله. إذن شيخنا مالك، الآية حوت مجموعة من المأمورات، اتقوا الله ما استطعتم، السمع والطاعة والإنفاق اللي هو خير الإنسان، ثم جاءت خاتمة هذه الآية بالوصية أن يقي الإنسان شح نفسه فيتحقق الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. بارك الله فيك. حقيقة هذه الآية لها علاقة بآية سورة آل عمران، وكثيرون على أنها ناسخة لها، والتحقيق أنها ليست كذلك، بل إن قولهم هذا منشأه فهم، منقوش قاصر، لكن فهم لجهتين من جهتي الآية. لأن الإنسان كي يسمع فاتقوا الله ما استطعتم دائما ينظر في جهة قوة الامتثال. نعم هذا مراد من الآية، لكن ألا يراد من الآية أيضا أن الأشياء التي لا تستطيعونها لا جناح عليكم فيها؟ نعم. وقال المحققون بها إذن هذه الآية ليست ناسخة بل فيها تخفيف وتكليف، مفهومه أن الذي لا تستطيعه أنت معفو عنه، نعم. والذي تستطيعه أنت مأمور بالمبالغة فيه. وفتقوا الله فاستطعتم غالبا يشمل المنهيات، لأن التقوى كي تطلق غالبا يراد منها أن لا تفعل المنهيات، مع أنها تطلق على الأمرين. لذلك بعد ذلك نعم لذلك بعد ذلك لم يأمر المنهيات، وإنما ذكر أوامر، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قال بعض أهل التحقيق لأن عدم فعل الأمر منهي عنه، أنك إن لم تنفق عدم النفقة منهي عنه، فكأن الآية وقع في النهي. نعم فكأن الآية جمعت الأمر والنهي، واربط بين هذه وبين الآية اللي من قبل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أقول لك إن بعض الناس يعني بعضهم قال لا نريد أن يكون ما تنفقه للآخرة وما تنفقه على أولادك وفي الدنيا متساوي، فقط حاول أن تجعل نسبة للآخرة 10% مثلا، البعض 10% وما عندهمش 1000، ممكن ينفق 1000 دينار 2000 دينار على أمور تاع الدنيا وهي جائزة، رحلة سياحة، لكن دينار واحد للآخرة يجي صعب. والغبن أنه يوم القيامة لما يرى ما أعطي على ذلك الدينار الباقي حقيقة
يندم أشد الندم ويعرف أن هذا الذي كان ينبغي عليه أن ينفق فيه ماله. وفي النهاية إذا قلت تعالى قال مزدوجة الذي وقي شح نفسه ينفق، أو قل الإنفاق دليل على عدم الشح، والخلاصة كله أنه إذا وقيت شح نفسك جالت نفسك بالعطاء فكنت من المفلحين. بارك الله فيك. إلى الموضع الموالي الآية 17 قول ربنا تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. بارك الله فيك. إذن هذه الآية تتمة للآية السابقة. من لطيف قواعد القرآن أنه إذا أمر بالشيء ذكر بعده ما يغري على الامتثال به ويساعد عليه، لأنه الشيخ يحيى قال لكم عنده الحق، أنت عندك 1000 دينار تخرج 100 دينار بالمعايير المادية، نقص المال أم لم ينقص؟ نقص، كان 1000 ولا 900. إذا صحيح لو قلنا إن الإمساك أفضل بهذا المعيار لكان هذا صواب، لكن أنت مطالب أن تنظر بمنظار أخروي وتستحضر الآيات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن مع ذلك القرآن لم يعبر لك عن النفقة بأنها عطية، لأن العطية والهدية من شأنها أن تذهب دون أن ترجع. لما تسمع كلمة أعطى وأنفق تفهم بلي أعطى، لكن يقول لك أقرض. ونحن نعلم أن المال الذي تقرضه إلى شخص فلا شك أنك تنتظره يوما ما أن يعود أن يعيده لك هذا الشخص. الآن أنت تقرض الله سبحانه وتعالى وفي هذا لطف عظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني عن القرض، ولأن المال ماله، أعطاه لك ثم يستقرضك. لذلك بعض الصحابة تعجب قال أو يستقرضنا ربنا وهو الغني، وهو الغني، هو لا يحتاج، وهو أعطاك ثم يقول لك هذا الذي أعطيتك منه أقرضه لي، والمعنى أن تقرضه في أوجه الخير. تقرض الله قرضا حسنا، والقرض ذكر في 6 مواضع في القرآن، البقرة والمائدة وسورة الإنفاق بامتياز سورة الحديد مرتين وذكرناها، وهذه السورة الموضع الخامس مرت معنا. وهذا الموضع الخامس، وآخر موضع هو موضع سورة المزمل وأقرض الله قرضا حسنا. من شأن القرض أن يكون حسن، قيل من أوجه ما قيل فيه أن يعطى بطيب نفس وأن لا يتبعه صاحبه ألما. ماذا يحدث لك؟ يضاعفه لكم المضاعفة في الدنيا، كتمد يا ربي ويرد لي الدراهم كما أعطيتهم له. إذا تكرم ربما يزيد لك شيء، ولا يجوز شرعا إذا ما طلبتوش، يعني عنده حسن الأداء تطير مبلغ يزيد لك شوية. بارك الله فيك. يوم القيامة الرب هو الذي يرد، وما قالش يضاعفه في الدنيا ولا في الآخرة. شوف الآية، مفعوله معموله غير مذكور، قال يضاعفه لكم، ما قالش في الآخرة. قد يضاعف الله لك في الدنيا، والقرض ما قالش مال، قد تقرض الناس وقتا يضاعفه لك، قد يبارك الله لك في وقتك. والله شكور حليم. وكلمة شكور دالة على حسن ثوابه على العطاء القليل. حليم تؤكد هذا، أي لا يعاجلكم بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. شكرا دكتور مالك. من فضائل القرض الحسن المضاعفة كما ذكر دكتور مالك، وأعظم الفضائل المغفرة، ويغفر لكم. نعم، جزاك الله خيرا. فيعني المقرض هنا هو الرابح، نعم، رابح في كل الأحوال. يعني شوف، يعني رب العالمين الحكيم، وسيأتي بعد ذلك ختم الصورة بهذا الاسم الكريم الحكيم. من الحكمة أنه يسر على عباده موضوع النفقة، على باله بلي صعيب يعني الإنسان باش ينفق. ففهمنا يودي هذا مش عطية، راه مجرد قرض، راك تمدو وسيعود لك. لأن كما قال الشيخ مالك، يجيك إنسان يقول لك أعطيني 1000 دينار، ويجيك واحد يقول لك سلف لي 1000 دينار، وانت على بالك ضامن بلي هذا السيد يرجع، يتسر عليك تسلاف أكثر من عطاء. فلا، ربي قال أقرضوا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وهذه يغفر لكم من أكبر الجوائز على القرض، لأنه بدون مغفرة لا ينجو الإنسان من النار. قاعدة واضحة، كل بني آدم أخطأ، ما كاش إنسان ما عندوش ذنوب. إنكم تخطئون بالليل والنهار. والنهار، فما دام عندك ذنوب عندك عقوبة عليها. متى تنجو منها؟ إذا غفرها الله لك، إذا غفر لك ربي تنجو. فإذا صار هذا القرض ينجيك من النار، شكون هو الفائز في هذه الصفقة؟ الإنسان اللي أخذ المال أو الذي أعطى المال؟ سبحان الله. وذلك في الآية المقبل قال خيرا لأنفسكم،
نعم. قال بعض أن المنفق يتوقع أنه يفيد هذا الذي يعطي. لا, لا. أنت تنفع. خير لك, خير لك. أنت الرابح في هذه الصفقة. وإذا ربطناها مع معنى الغبن هنا شيخ مالك, ما راكش مغبون, أنت الرابح في هذه الصفقة. كان يظن بأنه هو المغبون, يعني يخرج المال. خسرت. لا خسرت. واحد يروح للعمرة يقول لك خسرت الحج 50 مليون. نعم. فلم تخسر 50 مليون. هذا كلام لا يليق. نعم. خسرت على الحج كذا وخسرت على العمرة كذا. فإذا أنت الرابح, خاصة وأنت تتعامل مع الشكور. والفرق بين الشاكر والشكور. مبالغ. الشاكر يرجع نفس القيمة. نعم. تعطيه 100 دينار يرجع لك 100. أما الشكور فيرد أكثر مما أخذ, وهو حليم سبحانه وتعالى. موضع الذي نختم به السورة الكريمة الآية 18, وقول الله تبارك وتعالى فيها عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نعم, عالم الغيب والشهادة. هنا الإنسان كما قل دائما رب العالمين ينبهنا أو يرشدنا إلى ما هو خير لنا. الإنسان بعقله القاصر قد يرى عكس ذلك, فلهذا رب العالمين نبهنا هو عالم الغيب والشهادة, يعني هو يعلم ونحن لا نعلم. شوف هنا من عالم الغيب أنه في كل صباح في باب النفقة فقط ملكان يدعوان, اللهم أعطي منفقا خلفا, ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أيهما خير, أن تصيبك دعوة من قال اللهم أعطي منفقا خلفا, أم تصيبك دعوة من قال اللهم أعطي ممسكا تلفا؟ وهذا من عالم الغيب يحدث كل يوم ونحن لا نشعر به. فالله تعالى عالم الغيب, فالذي أرشدنا وبين لنا سبل الخير من أسباب الغبن, يعني حتى نتجنب أسباب الغبن, هو العالم, عالم الغيب وعالم الشهادة. إحنا البشر عالم الشهادة نعلم منه جزءا يسيرا, أما عالم الغيب فلا ندري به شيئا. فلهذا خير لنا أن نتوكل على الله, وأن نثق بوعد الله عز وجل, وأن نعمل بتوجيه الله سبحانه وتعالى, وهو العزيز, العزيز في ملكه, والحكيم, الحكيم في تدبيره. فكل ما دبره لنا من اتخذناه وكيلا هو خير لنا وهو في مصلحتنا. فعلينا أن نجدد إيماننا لنحسن التوكل على الله والانتفاع بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. نعم, بارك الله فيك شيخ يحيى. عالم الغيب دكتور مالك, نجهل أين ضعف الله تبارك وتعالى لنا المال, ونجهل الخطيئة التي غفرت لنا بسبب القرض الحسن إذا ربطنا خاتمة الآية بما سبقها. بارك الله فيك. ونجهل الأشياء التي يضاعفها لنا الله. نعم. لأن كثيرا مما ينفق بعض الناس قد لا يقبل فضلا عن أن يضاعف. نعم. البعض مستعد يعطي مثلا ملايين أمام الكاميرا مثلا, لكن إذا جاءه فقير وحده لا يعطيه شيئا. لا, يجب عليك أن تنفق لله. كل شيء تفعله من يوقى شح نفسه ابتغاء هذا الصورة, كل ما تفعله على رأسه النفقة لله, لوجه الله, لوجه الله. بارك الله فيك. أبدو منكم جزاء ولا شكور. الله يحفظك. والشيخ يتكلم مليح, فأنا فقط نزيد غير حاجة. ذكرت أعمال القلوب بقوة في هذه الصورة. أحسنت, جزاك الله خيرا. فقط حبيت نبه على هذا الصفة الأخيرة اللي في العزيز الحكيم. مش حبقى دقيقة. شوف هكذا دقيقة. أقل من دقيقتين. أقل من دقيقتين ما شاء الله. شوف العزيز الحكيم هذا الصفة, لا لم أجد صورة في القرآن انتهت بها, ثلاث صور انتهت بهذا الصفة إلا هذا العزيز الحكيم. كاين آيتين متشابهتين واقعة مثلا الحقة, لكن العزيز الحكيم هذه الصورة والحش والجاثية, ثم هذه المسبحات أربعة منها 30 ثانية, أربعة منها بدأت بالعزيز الحكيم, وصور حاميم أيضا العزيز الحكيم, لأن هذين قل أن يجتمعا في شخص واحد. بارك الله فيك دكتور مالك, شكرا جزيلا. شيخ يحيى أحسن الله إليك وبارك الله فيك. إذا نلقي الأسبوع المقبل بحول الله والعدد القادم مع السورة الكريمة العظيمة سورة الطلاق. دمتم بخير أيها الأحباب الكرام, وفي أمان الله ورعايته وعنايته. السلام عليكم ورحمة الله. به الأرواح تصفو كالغمام, به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن, مع القرآن ترتيل وذكر. به الأرواح تصفو كالغمام, به الأرواح تصفو.